السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتمنى نكون فدتكم في الدروس اللي فاتت، واليوم غنشوفوا واحد العنوان جديد ديال الدرس اللي هو طريقة توصيل المقاومات إما على التوالي أو التوازي. كما كيعلم الجميع أن هناك جوج طريقتين رئيسيتين لتلحيم أو لتركيب المقاومات داخل دارة كهربائية اللي بصفة عامة المذر بورد أو لاكارت معرض، يا إما أنصيري كما كتشوفوا على التوالي، يا إما على التوازي. اول حاجه غنشوفوا التركيب على التوازي. كيفاش كنعرفوا ان لي ريزيستانس اللي عندنا كاملين على التوالي يعني اونسيري على التوالي، سمحوا لي اونسيري لي ريزيستانس. باش كتعرفهم انهم اونسيري كتكون عندنا لونتري ديال لا ريزيستانس الاولى، اي لا سورتي الثانيه هي لونتري ديال اللي موراها، ولا سورتي ديال اللي هذه هي لونتري ديال هذه. يعني الا كان عندنا لونتري ديال الكورون من هنا داخل الريزيستونس، السورتي ديال هاد الريزيستونس راه هي لونتري ديال هاد، هي المدخل ديال الريزيستونس 3، ولا سورتي ديال الريزيستونس 3 هي لونتري ديال الار 2، والسورتي ديال الار 2 هي لونتري ديال الار 1. هذا كيتسمى مونتاج اون سيري، وفي حيث ان هاد المونتاج الايجابيات ديالو كتكري لنا واحد الار اللي كبار من هادو كاملين، اللي هي ار ايكيبار، اللي كتسمى مجموع ديال المقاومات، بحيث ان ار 1 زائد ار 2 زائد ار 3 زائد ار 4 كتعطينا ار ايكيفالون. وكمعلومه اللي خصنا نعرفوها ان هنايا لا ريزيستونس كتكري لنا ار توتال هذه كما شرحت لكم، وفي نفس الوقت الكورون هنا ما كتفايرياش، ما كعمروش جامي شونجي. مثلا خرج لنا واحد 3 ملي امبير، راهي غنلقى 3 ولا عبرت بالميتيمتر ولا الميتريكس، غنلقى 3 امبير هنا 3 امبير هنا 3 امبير هنا 3 امبير، حتى يعني الكورون اللي خارج عندك من لاسو من لو سورس هو اللي كيبقى. في هذا اللي كان عندنا مونتاج اون سيري. وفي نفس الوقت شكون اللي كيتفاريا عندنا هنا؟ كيتفاريا عندنا الطونسيون. يعني هادو جوج معلومات خصنا نركزوا عليها مزيان في حاله القيام باختيار احد المقاومات، باش نعرفوا كيفاش نحسبوا المقاومه اللي غنختاروها في المونتاج اللي غنحتاج. وهنا مثال بسيط باش يقرب لينا كيفاش كيتم العمليه ديال حساب ار ايكيفالون ولا ار توتال. حيت عندي هنا دو ريزيستونس، الاولى فيها 100 اوم والثاني فيها 300 اوم، يعني المجموع ديالهم يعني 100 ار 1 بلس ار 2 اللي هي 100 بلس 300 غتعطيني ار ايكيفالون ولا ار توتال اللي هي 4. وكيما شرحت قبيله ان هنا اش قلت لكم، هذا اكزومبل ثاني، ان عندي واحد طونسيون دايزه اون بورن ا اي بي، كيما كتلاحظ طونسيون بين لا ريزيستونس الاولى هي 1 فولت، ريزيستونس الثانيه 2 فولت 6 فولت. يعني هنايا في هذه الحاله لا طونسيون كتفاريا، يعني في ار ملي كيكون عندي مونتاج اون سيري، يعني لا طونسيون توتال سيرا طونسيون او بورن ار 1 يعني او بورن 1 بلس او بورن ار 2 بلس او بورن ار 3، يعني او 1 زائد او 2 زائد او 3 غتعطيني لا طونسيون توتال اللي هي اي توتال اللي كتساوي 9 فولت. وحتى لا ريزيستونس، يعني لا طونسيون ولا ريزيستونس بحال بحال، غتكون هنا 1 كيلو اوم بلس 2 كيلو اوم بلس 6 كيلو اوم اللي غتعطيني 9 كيلو اوم. مع العلم ان حاجه اللي مهمه اللي خاصك تركز عليها اللي قلتها قبيله، هي الكورون ما كيتشونجاش، ما كيتبدلش، ما عمرو يتشونجا، واخا يدخل ار 1 ار 2 اي ار 3 ديما كيبقى كونستون. غندوزو دابا للنوع الثاني ديال المقاومات اللي هو التركيب على عفوا غندوزو الموضوع الثاني اللي هو او الجزء الثاني ديال تركيب المقاومات على التوالي اللي هما اون باراليل. هاد المقاومات باش نعرف الفرق بينهم وبين اون سيري، كما قلت لكم اون سيري كيكون لونتخي ديال هادي اي سورتي ديالها هما لونتخي ديال اللي موراها. في الباراليل لا، كيكون عندهم ميم لونتخي ميم سورتي، كيكون حاجه وحده اللي كتكون كيكون في هذه الحاله الكورون كيتفاريا يعني كيتشونج، عكس الباراليل عكس اون سيري. الكورون هنا كيتبدل، يعني الا عطيت 4 اوم يطرى لنا واحد ديفيزيور دو كورون، دابا نشرحو ان شاء الله شنو هو، وكيخرج لينا داكشي مختلف. يعني لا كورون اللي كاين في ار 2 ماشي هو ديال ار 3 ماشي هو ديال ار 5 ولا ديال ار 6 ولا الى اخره، في حين ان لا طونسيون كتبقى كونستانت ستابل ليهم كاملين. لا طونسيون كتكون اللي دخلت هنا هي اللي كاينه هنا هي اللي كاينه هنا هي اللي كاينه في سورتي، ولا ريزيستونس ايكيفالون كتكون قل من هادو كاملين، بحيث ان ان سيغ ار ايكيليبر كيساويها هي ار سيغ ار 1 R1 plus 1 sur R2 plus 1 sur R3. En général, R équivalent c'est le weight R équivalent bien R1 et R2. C'est R la résistance de R1 fois facteur R résistance de R2, qui est là, divisé par la résistance de R1 plus R2. Par
بار اكزومبل هنا كاين واحد المثال، بغيت نحسب عندي واحد الاكزرسيس، عندي لا ريزيستونس الاولى فيها 20 اوم، الثانيه 30 اوم، الثالثه 30 اوم، وباش كنعرفهم اون بارالين كيكون كما قلت لك عندهم ميم اونتري وميم سورتي. واحد الحاجه اللي خصنا نعرفوها ان لا كورون اللي هضرنا عليه كيهيت فاريا والطونسيون كتبقى كونستانت، يعني حيت الطونسيون اللي كاينه هنا هي اللي كاينه هنا هي اللي كاينه هنا، وبعكس الكورون كيهيت فاريا، بحيث ان الطونسيون ديال ار 1 كيساوي لا طونسيون ديال ار 2 كيساوي لا طونسيون ديال ار 3، في حين ان الكورون كورون مثلا ديال ار 1 كيساوي هو الطونسيون اللي داخله عندنا في ار 1 ديفيزي باغ لا ريزيستونس. ولا بغينا نحسبوا لا الكورون ديال الار 2 اللي هو الطونسيون اللي داخله الار 2 على لا ريزيستونس ار 2، ونسخه ديال الار 3. وبالنسبه للار اللي كتكريا اللي قلنا كتكون صغر منه ار ايكيفالون، لا كتعوض هذه بالقيمه اش كتولي هي ار ايكيفالون اش كتساوي، يعني هو هي 1 سور ار 1 بلس 1 سور ار 2 بلس ار سور ار 3، يعني اذا بصفه عامه هي واحد مقسومة على واحد على 20 زائد واحد 30 زائد واحد 30 8.57. وهاد القيمة كما تشوفوا صغر بزاف من هادو كأي وحدة في هادو كاملين في المونتاج اون بارالين. هادو أمثلة ديال المونتاج اون بارالين واحد اخرين، باش كتعرفوا كما قلت لكم كيكون عندهم نص لونتخي هاي هنا وعندهم نص سورتي، نفس القضية هنايا نص لونتخي فيما كتلقى نص لونتخي، نص سورتي راه مونتاج بارالين هاي نص لونتخي على أ و بي و سي، نص لا سورتي نص مثلا هذا المثال هذا نص لونتخي ا بي و سي ونص لا سورتي، نص القضيه هنا لونتخي ا هي داخله هنا لونتخي داخله البي هي داخله السي ولا سورتي حتى هي ليا مع بعضياتها. غندوزو واحد الحاجه ثانيه اللي شويه كومبليكي اللي كيكون عندي مونتاج بجوج، يعني مونتاج باراليل اون سيري، كيفاش غنديرو الروغروبمون، كيفاش غادي نجبدو ار ايكيفالون ديال هادشي كامل. مثلا اول حاجه شحال عندي كنقسم ديسان ديالي ولا المونتاج ديالي كنقسمو جوج اولا ثلاثه لي بارتي اولا اربعه، مثلا اش كنلقى، كنلقى اول حاجه نشوف شنو نحدد فينوم لي بارالين فينوم لي اون سيري، عندي ار ان مع ار 2 عندهم نفس لونتري ينص الى سورتي، يعني هادو دو ريزيستونس سون بارالين. غنشوف دابا الار ان مع الار 3 عندهم حتى هما نفس لونتري نفس لونتري نفس سورتي حتى هما بارالين. غنشوف دابا ار 2 مع ار 3، ار 2 مع طرو ما عندوش نص لونتري، مي لونتري ديال ار 2 عندنا لا سورتي ديال ار 2 هي لونتري ديال ار 3، يعني هاد ار 2 ار 3 هي اون سيري. في هاد الحاله شحال عندي من جروب، الجروب ما عندي هذا اون سيري اللي هو ار 2 ار 3 وعندي قالت لي هاد الجروب مو ار ار 1. في هاد الحاله كنبدا دائما في المونتاج ديال لي مازر بورد اولا بورد لاي مونتاسيون اللي هي باور سبلايز، كنبدا دائما بالجروب الصغير الاخر، يعني غنبدا ب ار 2 ار 3 بما انه اون سيري ساهله غتولي هي ار 1 بلس ار 3 ايتيكال ار غوكوب اللي هي ار ايكيفالون. ملي غنجبد هاد ار ايكيفالون غتولي عندي ار 1 مع ار ايكيفالون غتولي عندي بارالين لانه معدل نص لونتخي نص سورتي. في هاد الحاله غنجبد ار وحده ار توتال غنسميها اللي هي ار 1 واحد على بما انه بارالين يعني واحد على ار ايكيفالون، أو بصفة عامة كاع بلا ما نطلقو من الأول اللي هي ار توتال اش تساوي سي ار 1 فوا لا ار غوكوبمون نسمى ار توتال 2 ديفيزي باغ ار 1 بلس ار غوكوبمون 2. وهذا مثال هذا مثال عاوتاني تا هو كيحكي على نفس المونتاج، عندي هاد المونتاج هذا كيبان لك شحال فيه شحال من ريزيستونس واحدة جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة، كندير غوكوبمون ديالهم كاملين. اول حاجه عندي هاد غوكوبمون ديال الشكل كامل اللي هنايا اللي بالموف، وسطو عندي واحد غوكوبمون اخر ديال هاد الاربعه اللي بالخضر هما درناهم هنا خضر فيغ، ووسطهم كاين عندي هاد الثلاثه. قلت لكم دائما كنبداو باخر مونتاج عندنا كما كتشوفوا ار 4 اي ار 5 اي ار 6 لونتري سورتي ديالها هي لونتري ديال هادي سورتي ديالها هي لونتري هادي اون سيري، يعني غنجبد ار ايكيفالون. هاد ار ايكيفالون اللي غنجبد كما كتشوفوا هنا الار ايكيفالون اللي غنجبدو من هنا ديال ار 3 ار 5 ار 6 غنسميها ار ايكيفالون 1، يعني هذه اللي هنا درتها انا بالاحمر اش ولات عندي، جمعت هادو سي ار ايكيفالون 1 هي ار 4 بلس ار 5 بلس ار 6، يعني غتولي غنجبد ار ايكيفالون وحده اللي غتولي اون باراليل مع ار 3، يعني ولات عندي روكوبمون وحده اخرى. يعني في هذه الحاله غنجبد ار ايكيفالون نيميرو 2، ار ايكيفالون نيميرو 2 شنو هي سي R3 fois R équivalent numéro 1 à la R3 plus R équivalent numéro 1 va donner R équivalent numéro 2.
اللي فيها R3 E4 E5 E6. وفي هذه الحالة حيت هادو اون سيري بحال اون باراليل، سمحوا لي ملي غنجبد هادو اون باراليل غتولي عندي R1 E2 E3 إيكيليبر 2 اون سيري. في هذه الحالة باش غنعرفو انا اون سيري كما قلت لكم عند اونتري ديال R1 لا سورتي ديالها هي لونتري ديال R2 لا سورتي ديالها هي R إيكيفالون 2. في هذه الحالة R توتال باش تولي سي R1 بلس R2 بلس R إيكيليبر 2 اللي جامع لينا لي ريزيستونس اللي حسبناهم. بعد الخطرات كنلقاو ان ميلونج ديال هاد لي ريزيستونس اللي شويه صعيب، ما كنلقاه لا اون سيري لا اون باراليل. كنلقاو مثلا بحال ما هذا، مثلا بي مع ار عندهم بلاص مشاركين هنايا لا سورتي هي لونتري، هنا السورتي هي لونتري ديال هادي هادو اون سيري، وفي نفس الوقت هادي اون باراليل مع هادي. ولا جبنا ار ايكيفالون بين هادو غنتلفو مع هادي، وهادي ار ايكيفالون ما تعرفش تحددها. في هاد الحاله بالزمن ولا بالزمن الشخص اللي كيتعامل مع هذا التيب ديال هذا المونتاج انه يكونفيرتي لينا هذا المونتاج، يعني يحولو. كاين دو مونتاج اللي معروفين في هذه الحاله في لي ريزونس، يا اما ايطوال يا اما تريونكل. يعني ملي غنحول انا مونتاج ايطوال اولا نحول تريونكل، كي اللي غيسولني كيفاش غندير نتحول ايطوال ولا تريونكل. سواء حولتي مونتاج ايطوال ولا تريونكل ما عندناش مشكل، كتشد كدير لا ترونسلاسيون ديال لا سورتي. مثلا عندنا هنا واحد لونتر، نقدر نجيب هذه نجيبها هنا لونتري هنا نحطها هنا مع هنا وتولي عندي تريونكل. اولا نجيب كل وحده كما حطيت بي، حطيت لا ترونسلاسيون هنا فيرتيكال، جبت الكيو درت لا ترونسلاسيون اوبليك اخرى اوبليك عطاتني ايطوال. اهم حاجه هو نعرف كيفاش نحسب لا ريزيستونس. اش كيقول لك ملي كيكون عندك مونتاج تريونكل ولا ايطوال، الا بغيت نحسب لا ريزيستونس مثلا ا عوضناها بي، وبي عاودناها بار، وسي عاودناها بكي. مثلا بغيت نحسب لا ريزيستونس ديال بي، لا ريزيستونس ديال بي اش كتقول لك؟ هي لا ريزيستونس ا فاكتور بي، هذه بالنسبه للايطوال تريونكل. لا ريزيستونس ا فوا ريزيستونس بي على ريزيستونس ا بلس بي بلس. الا بغيت نحسب لا ريزيستونس اون بورن كي، اش هي؟ ريزيستونس ا فوا سي على ريزيستونس ا بلس ريزيستونس بي بلس سي، لا ريزيستونس سي. الا بغيت نحسب ديال ار هي لا ريزيستونس بي فوا سي، يعني هذا فوا هادي بي فوا سي على لا ريزيستونس ا زائد بي بلس سي. باريكزومبل عندنا هاد التريونكل هذا اللي فيه لي ريزيستونس، عندنا بي فيها 30 اوم، ا فيها 20 اوم، سي عندها فيها 20 اوم. اش قلنا الا بغينا نحسبوها كالكول كي هادي؟ اش قلنا؟ هي لا ريزيستونس ا في سي، يعني كما قلنا هنا ا فوا سي على ا بلس بي فلوس سي، يعني هي 20 في 80 على 80 زائد 30 زائد 20 عطانا 130، عطانا 12.31 اوم. بيتا هي اش كنقول؟ لا ريزيستونس ا فوا لا ريزيستونس بي على ا بلس بي بلس سي، يعني ا فوا بي 20 في 30 على 130 عطانا 4.61 اوم. نفس القضيه بالنسبه لار، لا ريزيستونس بي فوا سي على ا بلس بي بلس سي 30 في 80 على 130 عطانا 18.6 اوم. بصفة عامة هادو هما العلاقات اللي خاصك تعقل عليهم. إلا لو بغينا اغ لا ريزيستونس توتال ا سواء هادي بحال شرحت ليكم المرة الأولى، إلا حولنا من تريونكل ليطوال، دابا إلا حولنا من إطوال تريونكل، إلا بغيتي لا ريزيستونس أون بوغ النقطة أ أش غتولي؟ هي لا ريزيستونس بي فوا كي فوا لا ريزيستونس كي بلوس لا ريزيستونس كي فوا لا ريزيستونس ار بلوس لا ريزيستونس ار فوا لا ريزيستونس بي كاملة مقسومة على ريزيستونس ار. بي هي كذلك بي فوا كي بلس كي فوا ار بلس ار بي سور كي. نفس القضية، هادو دي زيكواسيون دي مونتاج يقدر طيح معاهم شوية كومبليكي، وبشوية بشوية الانسان حتى يوصل. كاين مثال اخر هاد التمرين اللي خليته لك، مثلا هاد ريزيستونس توتال اللي غتلقى مثلا في شي مازر بورد كيما كتشوف، انا درت لك ثلاثة بزاف، نقدر نترونسفيهم نشد وحدة فيهم هادي ندير لها ترونسلاسيون هنا تولي تريونكل. مي تولي تريونكل هي ني تقدر نحولها لجهه اخرى، وعندك الطريقه كيفاش نحسبو ونشرحهم في فيديوهات جايين ان شاء الله. وكنتمنى نكون فدتكم، ما طولتش.